رشيد أنطح ساكن بإقامة سعيد. صوبت هذه البلاكة هذه اللي كتشوف وحدكم مكتوب فيها شريط داري ولقيتها وسط كباري لحقاش عينا من الصداع وما سمعنا حتى شي واحد. الصداع عندنا راه فريمون راه ولا كباري ديسكوتيك بالليل بالشراب ديالو بالموميسات ديالو بالزبل ديالو الصباح بالهراج بالداخل بالخارج بلي حتى لي ليفرور ديال الماكله كيقيلوا غاديين وصحاب الطاكسيات خدامين غير مع هاد غير مع هاد الموبل هذا. ملينا من هاد الشيء هذا الموبل هذا فيه 30 برطمه 8 مازالين خاويين 9 ساكنين مسكونين من عند كرايه جنوب افريقيا 10 وقيله المهم على ما كنعتقد ديال المغاربه شارين فهمتي الناس كان عياهم يهضروا عياهم عينا ما نعلقوا في اللافتات لداخل كوم كوا راه هاد البلاصه ما كنرميوش فيها الزبل راه ما كنديروش هادي ما كنديروش هادي حتى شي واحد ما على بالوش الباب كنسدوها كطرق كدا كنوليو كنلقاوها محلوله الزبل بارتو فهمتي الصداع الصداع هو اللي اصعش لا بواط لا بواط اقسم لك يمين لا بواط بالتدرديك بالطالونات ديالو مع الثلاثة الصباح ومع الجوج الليل بالدرديك دابا هذا الموبل هذا وراه كاينين فيديوهات مسجلين لا حنا لا الجيران لا الكونسيرج حيت حتى هو طيبو مزيان وكل شيء كاين عيطنا للبوليس ما جاوش نهار باش جاو قال لك ما عندناش العقل باش ندخلو راه خصنا نجيبو اذن من عند وكيل المالك على ما هو يجيب هذا الاذن من وكيل المالك تكون طاحت شي روح هنا نقول لك انا مرضت في حياتي انتي لا انا لا ولادي لا الجيران حنا مرضنا حنا دارنا شريناها كريدي ومقطعين فيها واخا فيها غير طبله وبيت النعاس وكل شيء خاوي راه ما غاديش نخرج منها ما غنخرجش منها وما غاديش نخرجوا منها الا بغاو هما يخرجوا هما ماشي بنادم كاري ب 3000 درهم راني حمق لي عليا الدنيا حنا راه ما درنا الدار هادي تا 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 تبقى فينا غير عرق واحد ما يمكنش غير نجي ونخويوها باش نخليو حنا واحد اخر على خاطر شوف اسيدي القايد الباشا داك الشيء راه غير كتوصل هذاك راه بحر بوحدو علاش شي كيبغي يصيفطك عند شي باش كيلغي المسؤوليه عليه وسيرتو فاش كنقولوا الناس ديال جنوب الصحراء كلشي كيبغي يهرب علاش الله اعلم كيخليونا حنا نتصاطحوا معاهم انا ما غاديش نوقع معاهم مشكل فهمتي علاش انا شاد تقاري وحنا مامنين بواحد الحاجه كما المغاربه ديالنا كيديروا فضايح على برا راه هادو غيديروا فضايح هنا غير الفرق اللي كاين ان المغاربه ديالنا على برا في اوروب ولا في الامريك ولا في لازي ولا في اي حاجه راه كاين داك البلدان عندهم واحد القانون كيأطرهم اللي غلط غينزلوا عليه حنا ما كيتسوقوناش مزي حنا ما عندهم هما لا كونفينمون لا حتى لعبه حتى حاجه ما كاينه محسوب علينا حنا كونفينمون هما راه كاينين 70 بيوم د الخلق لداخل فهمتي ونزيدك واحد القضيه اللي تفكرت هذه برط ما كتلقاهم ساكنين مع هذيك الدار اللي فوق مني ساكنين ثلاثه البنات حنا ما عرفناش شكون اللي ساكن دابا تما 70000 واحد داخل خارج كاين الليل كاين النهار ما عرفناش شنو كاين وهادشي اللي كنقول لكم نقدر نتحاسب عليه والناس راهم هما ياكدوا لكم الجيران هما ياكدوا لكم راه ما حاضرنش معنا هنا غير حيت راه كل واحد مشاغله وكاين اللي كيحشم يهضر وكاين اللي خيفان وكاين اللي كذا ولا كنا حنا غنخافوا من هذا الشيء هذا على حقنا على دارنا غيديونا ولا يديروا اللي بغى كنوجه الرساله ديالي للنيابه العامه وللامن وللجهه الطلب ديالنا انهم يديروا لنا الحل مع هاد الناس يولي لوردر في هذا الموبل هذا ماشي غير هذا الموبل هذا المغرب كامل راه كيعاني من هذا المشكل واي واحد كيتقدم شي شكايه ولا شي دعوه في هذا الموضوع هذا يا الحفظ يا ساين يا كذا حتى كيمل كيبقى الحال كما هو عليه حتى كيرحل ولا كيكريها ولا كيدير شي حل